بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة في جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية، مرحبا بكم في آخر جزء بارت 6 من شابتر 4 اللي هو تصميم الستريب فوتينج من كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2. الجزء الأخير دوت خاص برسمة الديتيل بتاعة الكاميرا أو الستريب فوتينج ويز إيه بيم. أنا جبت لك رسمة ممكن تكون واضحة شوية، الرسم او الحديد اللي انت جبته فين، وبعدين انت ممكن ترسم البلان وترسم سيكشن وترسم الليفيجن للحديد دوت، لكن ده ايزومتريك ليه واضح. انا جبت ايه الحديد اللي انا جبته؟ اول حاجة جبت الحديد بتاع السلاب. الحديد بتاع السلاب هو ده، يبقى ده الاري اس بتاع مين؟ السلاب اللي هو ده، شايفه اللي هو الايه؟ طبعا هو ممكن يكون شكله ايه؟ يو او شكله ال. طيب امال ايه ده؟ لا ده برضك حديد السلاب، بس ده حديد السلاب المين. امال ده ايه؟ ده الحديد بتاع السلاب بس السكندري. حلو الكلام ده، كده خلصت حديد البلاطه. حديد الكاميرا ده بيعتمد على حسب رسمه المومنت، يعني انا كان في عندي كام عمود؟ 3 عمدان، فممكن يبقى المومنت بالشكل ده، فيبقى عندي حديد هنا اهو شايفين السفلي ده، ده حديد الكاميرا، وده حديد علو اليمين للكاميرا فوق اهو هنا اهو شايف، وايه ديت ودي الكنات، يبقى ده حديد علوي اللي خاص بالبيم، وده البوتوم ستيل للبيم، ودي الاستيربس بتاعت البيم بتاعتي. طالما انا جبت كل الحاجات ديت يبقى انا لازم اوضح فيها لما اجي اخد مثلا الليفيجن بالشكل ده، ابين الحديد دوت وابين الحديد ده واخد سيكشن هنا، اشوف بقى شكل بقى التي سيكشن، وابتدي احط بقى الحديد بتاعي اللي هو دوت ماشي، واحط الكنات واحط التفاصيل بتاعتي كلها. وبكده يبقى احنا خلصنا شابتر 4 في الكورس فاونديشنز انجينيرنج 2. ان شاء الله هنبتدي مع بعض في المرحلة اللي جاية شابتر 5 اللي هو الرافت فاونديشن. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.